محرق البلطجيه. أيوة. هو اللي محرق الشعب. أيوة. مش الشعب بلطجي ولا حرامي، الشعب غلاب، الشعب مش لاقي، الشعب عاوز يعيش. البلطجيه بتتحرك من هناك، واحد لما ياخد 5000 و 10000 وبيخرب في البلد. منين؟ منهم هم، مش مننا احنا. احنا بنتاخد من اتقفل الظلم، بنتبهدل الظلم، ما احناش عايشين. الحاجه غاليه والعيشه غاليه ومتبهدلين، مش مستقرين على بر. ماشي حاجه، ربنا يكرمك يا حاجه. السؤال كله في حلنا يا باشمهندس، ان الفاسدين دول يتحاكموا، ده اللي بنطلبه. لا بيتحاكموا، ده هم جوه، ده هم جوه. الفاسدين دول يتحاكموا، هم جوه ومشغلين البلطجيه. ما تتكلمش الا يتحاكموا. مصر دلوقتي لا ما بتتحاكموش، كل يوم بتخسر. لا ما بتتحاكموش، كل حضاره وتاريخ. اصبحنا بنخسر دلوقتي. بنخسر جامد. بنخسر. ايوه بطجية. هم بلطجيه والحراميه من الداخليه وبيحركوهم بالفلوس غير كده، مش عايزين حاجه. ايوه فين الحكم؟ عمالين يمهدوا في الشعب ليه؟ بينيموا الشعب؟ ها؟ بينيموه ليه؟ مش عاوزين يحاكموه ليه؟ لو اي واحد مننا اتمسك بيتحكم عليه في ساعتها. بيتبهدل وبيتمسك عليه في ساعتها. هو ما اتحكمش ليه؟ هو وغيره وغيره حبيب العدل. ها؟ سرقوا ونهبوا وخربوا في البلد. باعوا الغاز وباعوا كله. وباعوا بلدنا. ما اتحكموش ليه؟ لحد دلوقتي ما اتحكموش ليه؟ طالبين المحاكمة في ميدان عام. شكرا يا حاج، شكرا يا شيخ.